السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صفحة الميكار أوتو لتجارة السيارة. اليوم وصلتنا وجبة جديدة من البرادو المتوفرة الآن لدى شركة الميكار أوتو لتجارة السيارات، عنوان أربيل، تقاطع مخمور باتجاه شركة البيبسي. طبعا المواصفات اللي متوفرة حاليا عندنا فقط التي اكس ال الكويتية الأصلية اللي تجي دبل تانكي. من ناحية المحرك فهي 6 سلندر 4000 سي سي 271 هورس باور. موديل السيارة 21، أيضا متوفر 22. شباك كامل مكمل نيكل مع البلاك اديشن اللي موجودة عليها السيارة، إشارة تسلسلية نفس اللكزس، كشافات ضباب أمامية، ويلات مقاس 18 مايل على السواد مع إطارات دنلوب الأصلية، دواسة ثابتة، والنيكل على طوط الباب الأمامي والخلفي اللي موجود على برادو، إشارة بالمري، دخول عندكم بواسطة مفتاح ذكي، البصمة، طبعا الأبواب البصمة فقط الأماميات، ترايش العالية على السيارة للتحميل، متوفر اللون الأسود للموديل 21، والموديل 22 متوفر اللون الأبيض. 6 سلندر 4000 سي سي، شعار تي اكس ال جي الخلفية، 4 حساسات خلفية، كاميرا خلفية، شعار اللاند كروزر البرادو بجوانب، سعر السيارة شامل الرقم 50000 دولار، صرفيات الوقود، دخول عندكم بواسطة مفتاح ذكي، البصمة، البابين الأماميات، وعندكم أيضا المواصفات الداخلية، المقاعد جلد، تحكم بها كهربائي، تشوة الباب جلد، المراية أوتو، عندكم تحكم مستوى الإضاءة الأمامية والمراية الجانبية إذا تريدها تسويها أوتو بدون أوتو، تحكم بإضاءة العداد، وأيضا المثبت السرعة اللي موجود بجهة اليمنى الستيرن، تحكم الستيرن جهة واحدة بالصوت والمود والاتصالات، شاشة كبيرة، زر البصمة اللي موجود، وعندكم أيضا العالي والناصي، تحكم بالعالي والناصي، مساعدة على الالتفاف، مساعدة على النزول، وأيضا نظام تراكشن أوف كنترول مانع الانزلاق والتو ستارت تخلي السيارة تبدي من الجير الثاني، تعشيقها يكون من الجير الثاني. من ناحية الثلاجة المركزية الموجودة بيها السيارة، 8 ايرباك سلايد، 8 ايرباك. الوجبة اللي قبلها القديمة كانت 2 ايرباك، اما هاي السيارة حاليا فهي 8 ايرباك. من ناحية مقاعد الصف الثاني، التحكم بالتبريد الخلفي منفصل عن الامامي. مقاعد الصف الثالث، السيارة متوفرة الآن لدى شركة الميكار أوتو لتجارة السيارات، اللي يحب يحجزها يقدر يتواصل ويانا على الأرقام اللي موجودة بالبث بأي وقت كان. طبعا العدد كامل مكمل تلقوها بالباب الخلفي، صندوق الخلفي. من ناحية البرادو الـ 22 التي اكس ال موجودة أيضا بسعر 5 دفاتر 15 ورقة. من ناحية هذا الموديل الأسود فهو موديل 21، أما من ناحية الموديل 2022 متوفرة هي هاي السيارة، راح أشوفكم إياها. من ناحية الموديل 21 سعر 50000 دولار، من ناحية 22 متوفرة بسعر 51500. تي اكس ال أيضا، ويلات مقاس 20 العفو 19، الشباك كامل مكمل كروم، حساسات أمامية عددها 2، كشافات ضباب أمامية، لايت أسود، إشارة بالمري، أيضا النيكلات داير مدار السيارة. من ناحية المواصفات فهي نفس المواصفة بالضبط، من ناحية الويلات يختلف. أخوة
الاخوان من ناحيه اي استفسار عندكم بخصوص البرادو تقدر تتواصل ويانا على الارقام اللي موجوده بالبث باي وقت كان. جميع السيارات البرادو ال21 وال22 فهي 8 ايرباك الاصليه الكويتيه الاصليه دبل تانكي بمحرك 6 سلندر 4000 سي سي بسعر لل21 50000 دولار، لل22 بسعر 51500. مقاعد الصف السائق كذلك كهربائي. كتالوجات ودني كلها كامل. سيارة مكملة كاملة. موديل 21. فتحة سقف سلايد. من ناحية اي استفسار تقدر تتواصل ويانا على الارقام الموجودة بالبث باي وقت كان. تريد نحجز لك السيارة ندز لك اياها لاي مكان انت تريده مع ضمان شركة النقل، توصل لك السيارة كامل مكمل. تحياتي لكم اعزائي المشاهدين صفحة الميكار اوتو لتجارة السيارات. شكرا على حسن المتابعة.